على الصفر. تمام، على الصفر اهو. هنجيب اي جوز اهو يا جماعة، ده جوز زغليل اهو على الميزان، قال اهو نص كيلو زغلول، وفي اكتر يمكن. بسم الله ما شاء الله، الزغلول ده لسه يا جماعة قلت لك عمره 21 او 20 يوم كده، يعني قول عمره 3 اسابيع. تمام، ده جوز قدامك على الميزان، هنشيل مش هنفصل الفيديو ولا حاجة، مش هنقطع الفيديو، هو بدون مونتاج اهو. هنشوف التانيين دول غيرهم اهو، كلهم تقريبا اعمار واحدة اهو. احنا شفنا اللي فاتهم معديين الكيلو، دول يعني ناقصين 50 جرام، يمكن دول عمرهم اصغر شوية. تمام اهو، لسه هيزيدوا ان شاء الله، يعني ممكن يوصل الجوز الزغليل لكيلو و200 جرام كده. يعني نشوف جوز تاني، اخر واحد. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ده الزغلول. نجيب الزغلول اخوه، معلش هو انا اللي بصور لوحدي اهو. لو جبناهم مع بعض التلاتة هتلاقيهم 3 كيلو يعني. وما تنساش ان انا ما اكلتهمش حبايه، لو انا عايز اتقلهم اكتر انا سايبهم علشان تعرف ايه الطبيعي، انا سايبهم لوحدهم علشان تعرف ايه الطبيعي. لو انا عايز اتقلهم اكتر هاكلهم اللي هي الخلطه اللي انت عارفها اللي بالعلف، هتتقل جدا لو انت هتذبح، لكن احنا عشان هنبيعهم للتربيه فمش عايزين نسمنهم. يعني هم 3 زغاليل و4 زغاليل اهو، زي ما قلت لك يعني في الوزن اللي هو عمر 21 يوم. هم 6 زغاليل يدخلهم في 3 كيلو، طبعا هم مش واقفين على الميزان فبيسندهم. زي ما قلنا يعني الجوز الزغاليل كيلو في كيلو، نقول كيلو في عمر 21 يوم، ممتاز جدا جدا جدا. وعلى فكرة يا جماعة اللي هي الزغاليل دي ممكن تتذبح في العمر ده، وممكن تستنى عليها اسبوع، يعني شوف من عمره 21 يوم او ممكن يتذبح، لكن لو استنيت عليهم شوية كمان افضل، هيزيدوا في الحجم وينشفوا شوية، لان هو دلوقتي يبقى الزغلول شايل دهون كتير. اللي عنده اي اسئلة او استفسارات او في حاجة اكون نسيت انا اقولها او في اي حاجة، اكتب لي تعليق، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، اهم حاجة عشان تشوفنا دايما وتشوف فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.